طيب اتفضل دكتور سالم، المايك مع حضرتك، ويعني حضرتك منورنا النهارده. بنود حضرتك، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يعني أنا بداية أشكر دكتور أحمد يونس وأشكر كيو إيجيبت على الدعوة الكريمة لحضور الورد كوانتم داي. ده إيفنت يعني أنا ما شاركتش فيه قبل كده، ولكن طبعا أنا دخلت على الويب بيج لقيت ما شاء الله حاجة يعني قيمة جدا وحاجة عظيمة، انيشيتيف كويسة قوي، وبحس ان احنا نحاول بقدر الامكان من حاجه زي كده ان احنا فعلا ننشر النولج دي خصوصا في بلادنا. مثلا هنا في مصر برغم ان احنا عددنا كبير وما شاء الله بنشتغل في حاجات مختلفه، لكن ممكن قليل قوي من الناس اللي بتشتغل في حاجات لها علاقه بالكوانتم انفورميشن والكوانتم كومبيوتنج. فدي فرصه طيبه جدا، وانا اشكر دكتور احمد يونس واشكر كيو ايجيبت على الدعوه الكريمه. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده احنا هنبدا نتكلم على توك باسم كوانتم كي ديستريبيوشن براكتيكال اسبيكتس، الجوانب العمليه للتشفير الكمي. انا لما ترجمت كلمه كوانتم كي ديستريبيوشن فانا ترجمتها لتشفير كمي، هو الترجمه الصحيحه ليها هي توزيع الكي او توزيع المفتاح او مفتاح الشفره باستخدام الكوانتم. دي الترجمه الدقيقه، واحنا هنعرف ايه سبب التسميه دي بدقه ان هي تبقى كوانتم كي ديستريبيوشن مش كوانتم انكريبشن، او ان كوانتم انكريبشن ده جنرال توبيك بس اكشوالي البروسيس هي كوانتم كي ديستريبيوشن. خلينا كده نبدا سريعا. اولا الكريبتوغرافي نوعين مشهورين قوي، او نقدر نقول تو كاتيجوريز مشهورين، منهم اللي هي السيمتريك كريبتوغرافي، دي الاقدم اللي هي البرايفت كي كريبتوغرافي، والاسيمتريك كريبتوغرافي اللي هي البابليك كي كريبتوغرافي. البابليك كي كريبتوغرافي هي اللي احنا اوريدي بنستخدمها دلوقتي على اللابتوبز بتاعتنا وعلى الواتساب وعلى كل حاجه تقريبا احنا بنستخدمها عاده في حياتنا العمليه، هي بابليك كي كريبتوغرافي. معتمده على ايه؟ معتمده على ماثيماتيكال بروبلم معروفه كويس ان هي بروبلم صعبه ما ينفعش تتحل، او وان واي فانكشن يعني تتعمل بس حلها صعب جدا في الاتجاه العكسي، وبناء عليه بنستخدم دون في الايه؟ بنستخدم دون في الكريبتوغرافي او في التشفير. لكن طبعا مع زياده قوه الكمبيوتنج مع ظهور الكوانتم كمبيوتر، ودي بقى قصه ثانيه، ان الكوانتم كمبيوتر بالجوريزمز معينه بيعرف يحل البروبلمز الصعبه اللي بيقدمها البابليك كي كريبتوغرافي، فده قدم تهديد قوي جدا لكل السكيورتي سيستمز تقريبا اللي احنا بنستخدمها في حياتنا. في نفس الوقت تقريبا ظهر الكوانتم كي ديستريبيوشن اعتمادا على الفكره الاقدم بقى اللي هي البرايفت كي كريبتوغرافي. برايفت كي كريبتوغرافي زي ما النيم كده بيسجست عباره عن ان يبقى فيه كي، الكي ده اللي هو بتاع التشفير، مشترك وخاص باليوزرز او تو يوزرز مثلا في الحاله بتاعتنا اللي بنتكلم عنهم دلوقتي، اليس وبوب، ودول التو يوزرز اللي المفروض يبعتوا الرساله المشفره لبعض. اليس عاوز تبعت رساله مشفره لبوب، فاليس وبوب عندهم كي، والكي دون خاص بيهم، محدش يعرف الكي ده غيرهم، علشان كده بيقولوا عليها برايفت كي كريبتوغرافي، لان الكي ده واحد عند اليس وعند بوب، ففي سيمتري، فيقولوا عليها سيمتريك كريبتوغرافي. تعالوا نبص كده على المثال بتاع البرايفت كي كريبتوغرافي اللي هو بيطلع منه الكوانتم كي ديستريبيوشن، او الكوانتم كي ديستريبيوشن بيشتغل على البرايفت كي كريبتوغرافي. احنا هنا بنذكر المثال الاشهر والاقوى والمعروف جدا، الوان تايم باد الاو تي بي. في الوان تايم باد، الوان تايم باد طبعا اقترح بدايه ببيبر مشهوره لفيرنم في سنه 1926، والوان تايم باد ممكن اللي بعد كده ان اتعمل له فيريفيكيشن رسمي بان هو unbreakable، ودون باي شانون 1948. فكرة بتاعت الوان تايم باد بسيطة جدا، لو احنا عندنا يوزر أليس عاوزة تبعت رسالة لبوب، والرسالة دي أليس كتكست اتحولت لباينري تكست زي ما احنا شايفين كده، سيمبلز زيروز اون وانز اند وانز. أليس وبوب من البداية عندهم كي موجود ثابت عندها، او ذا سيم كي يعني، او نفس المفتاح موجود عند أليس وعند بوب. احنا عندنا الكي اهو بالشكل دون ومتفق عليه من الاثنين. تبدا أليس تعمل اكس اور اوبريشن بيت وايز لكل بيت في المسج بتاعتها مع الانكريبشن كي.
الاكس اور هي الموديولتو اديشن 0 بلس 0 ب 0 و 0 بلس 1 ب 1 و 1 بلس 1 ب 0. ينشا من كده ان اليس تتكون تاخد المسج بتاعتها وتكون بيها ما يسمى بالسايفر تكست. السايفر تكست اللي هي الانكريبتد مسج، مسج توتالي راندوم ملهاش علاقه اندبندنت تماما على الاوريجينال مسج اللي هي موجوده في اول لاين. الانكريبتد مسج دي اتعمل لها راندمايزيشن بالكي اللي هو اوريدي راندوم تكست. طبعا نقدر نبعت او اليس تقدر تبعت الانكريبتد مسج دي بالكوميونيكيشن العاديه، تبعتها لبوب اوفر بابليك شانل، وبالتالي يحصل ان الريسيف دي مسج اللي عند هتكون لو كانت ايديال شانل ايديال كوميونيكيشن بتبقى نفس المسج بتوصل عند بوب. يبدا بوب بعد كده باستخدام نفس الكي اللي هو عنده نسخه منه يبدا يعمل اكس اور تاني، فيعكس الاوبريشن اللي عملتها اليس، ويقدر يستعيد تاني الديكريبتد مسج اللي هي نفس المسج بتاعت اليس اللي كانت موجوده من الاول. وبكده يبقى اليس وبوب بدايه كان عندهم نفس الان بت كي اللي هو السيكريت، واللي هم بس هم الاثنين اللي يعرفوه. الان بت كي بيستخدم علشان ينكود او يشفر المسج. الوان تايم بات زي ما قلنا قدر يتعمل له بروف 1948 باي شانون ان هو انبريكابل، لكن في مشكله زي ما انتم واخدين بالكم هنا ان هو امبراكتيكال فور جنرال يوز، لان هو مطلوب منه ان تو يوزرز لازم يكون عندهم كي واحد لكل مسج. بمعنى اصح ما ينفعش اليس وبوب تبعت مسج ثانيه مختلفه باستخدام ذا سيم كي، لان يقدر بعد كده الايفز دروبر او المتصنت يقدر ان هو يستخدم المسج الثانيه في ان هو يعرف معلومات عن الكي بدلاله المسج الاولى. يقدر من التو سايفر تكست بطريقه بسيطه قوي يعرف معلومات عن الكي او يعرف معلومات عن التو مسجز. المشكله في ايه بقى؟ المشكله في ان اليس وباب محتاجين لكل مسج يستخدموا برايفت كي مختلف، فبدات تبقى المشكله الموجوده عندنا هنا ازاي نعرف نوزع الكي ما بين اليس وباب. السيستم دون زي ما قلت هو unbreakable verified secured، لكن حتة ازاي نوزع الكي دي مشكلة. بيستخدم لغاية دلوقتي، بس بيستخدم طبعا في حاجات اللي هي عالية الخطورة وعالية الأهمية. والكي ده بقى عشان نكتشف قد ايه الموضوع مش براكتيكال، يعني الكي دون فعليا في الحاجات مثلا الدبلوماسية مثلا بيتشال في شنطة مقفولة بإحكام مع كذا حد، بينتقلوا من مكان لمكان، بيسافروا من دوله لدوله، والشنطه دي يطلع منها بعد كده الكي في المكان اللي هو بتاع الريسيفر او البوب مثلا، ويطلع او الدوله الثانيه ويطلع الكي ده يستخدم في المسج في الديكريبشن بتاع المسج. الموضوع ده لازم يكون بالطريقه دي، لانك انت لو بعت الكي باي اسلوب اخر فانت بتمكن المتصنت من انه يعرف الكي. يجي هنا دور الكوانتم كي ديستريبيوشن ان هو يقدر يقدم لنا unconditional security بان هو يوفر كي ديستريبيوشن للوان تايم بات اوبريشن اللي هي اوريدي انبريكابل. ده بيطلع unconditional security، نقدر ننشئ من كده unconditional security. تعالوا نشوف اول واشهر بروتوكول للكوانتم كي ديستريبيوشن اللي هو باي بنت اند براسارد ان 1984 في 1984، اسمه المشهور بي بي 84، بي بي اللي هي الانيشالز بتاعتهم والسنة بي بي 84 بروتوكول. بي بي 84 احنا عندنا سيستم يوزرز، عندنا اليس عاوزة تبعت مسج لبوب، فبتحاول ان هي تدي له الكي اللي هتستخدمه بعد كده باستخدام الوان تايم بات. علشان تبعت له الكي هتستخدم زي ما قلنا الايديا بتاعت الكوانتم ميكانكس اللي هي مقدمة ببنت وببراسارد اللي بتمكنها من عمل الموضوع ده بشكل سكيور. بداية تماما أول حاجة وأول خطوة، في خطوات طبعا أي بروتوكول وأي ألجوريثم بيبقى فيه خطوات، فخلينا نشوف الخطوات خطوة خطوة في البي بي 84 بروتوكول الموضوع بيتم إزاي. بداية أليس بتحضر سيكونس من الزيروس والوانس توتالي راندوم، وده بيبقى باستخدام راندوم بيت جنريتور. راندوم بيت جنريشن طبعا لو باستخدام الكمبيوتر ماتلاب أو ماتيماتيكا او كده بيبقى عاده نزوله راندوم بيت جنريشن، ما بيفضلش استخدامه لان احنا عارفين كويس ان في طريقه لاستكشاف هو الراندومنس هتبقى ماشيه ازاي، السيكونس بتاعها ماشي ازاي. افضل شيء للراندوم بيت جنريشن ان يتم بطريقه فيزيكال،
من الطرق الفيزيكال المشهوره جدا، بما ان احنا بنتكلم على الجوانب العمليه للكوانتم كي ديستريبيوشن، فانا هوري لكم عمليا ده ممكن يتعمل ازاي. كوانتم راندوم نمبر جنريتور باستخدام الاوبتكس. احنا عندنا لو عندنا سنجل فوتون بالس، والسنجل فوتون بالس دي عدت على 50 50 بيم سبليتر بنسبه 50% الفوتون بيرفلكت على ميرور هاف سيلفرد ميرور، فبنسبه 50% بيرفلكت الفوتون، بنسبه 50% بترانسميت. اكشوالي الويف فانكشن بيحصل لها سبليتنج، لكن تعالوا نقول الفوتون ايذر ان هو يديتكت باي الديتكتور ده او الديتكتور ده، ما ينفعش يبقى ديتكتد باي بوث اوف ذم، لكن الويف فانكشن انيشالي بيحصل لها سبليتنج على الايه، على البيم سبليتر. وبناء عليه السنجل فوتون لو حصل ريفلكشن والله الديتكتور ده هيعمل تك، وبناء عليه يطلع من هنا بلس تخش على كمبيوتر، لو دخلت من البورت دي الكمبيوتر يبدا يكتب زيرو. طيب لو الفوتون 50% بروبابيلتي 50% الفوتون هيترانسميت ثرو البيم سبليتر وهيروح للديتكتور ده، وبناء عليه يدخل من البورت دي، وبناء عليه الكمبيوتر يديتكت 1. فبالتالي بيبقى في سيكونس راندوم من الزيروس والونز، محدش يقدر ابدا يتحكم هو السيكونس ده ماشي ازاي، لان دي فيزيكالي راندوم بروسيس اكوردنج للكوانتم اوبتكس. فيري نون ان هي دي في الحاله دي بيم سبليتنج لسنجل فوتون بالس بيبقى، والديتكشن بعد كده بيبقى فيزيكالي راندوم بروسيس، محدش يقدر ابدا يتحكم فيها هتبقى ماشيه ازاي، ايفن اليس نفسها. ونان عليه ينشا على الكمبيوتر اللي واصل ده في الاخر كده اي سيكونس توتالي راندوم بيسموه فيزيكالي راندوم من الزيروس ومن الوانز، ويبقى أليس عندها السيكونس اللي ممكن تبدأ بيه اللي احنا ممكن نسميه ايه بقى، نسميه الروكي، الروكي او اللي هو الخام لسه هيتعمل عليه بعض الاوبريشن. أليس بعد كده تاني ستاب هتبدأ ان هي تاخد السيكونس ده وتبدأ تانكود سنجل فوتونز بكل بت، بحيث ان الفوتونز دي في 1 وفي 0. طيب الانكودنج بقى، الانكودنج هيتم في 2 بيزز عشوائيين، يعني اما ان هي تستخدم ان الزيرو مثلا ككوانتم ميكانكس ديسكرايبد باي كوانتم ستيت زيرو، والوان ديسكرايبد باي كوانتم او انكودد ان كوانتم ستيت 1. طيب كفوتون 0 1 دي كومبيوتيشنال بيزز، لو احنا عاوزين نعرف فيزيكالي ده هيريبريزنت ايه بالنسبه للفوتون، هنا ممكن تستخدم البولاريزيشن. فهي يا اما بتنكود باستخدام هوريزونتال بولاريزيشن، فيرتيكال بولاريزيشن للزيرو والون دي بيزس، او تستخدم الانتي دياجونال اللي هي على ماينس 45 ديجري، 45 ديجري بولاريزيشن، بناء عليه الفوتون هيبقى يا اما في الحاله اللي تحت يا اما في الحاله اللي فوق بناء على البيزس اللي موجوده اللي استخدمت باي أليس. بكده يبقى الانكودنج تم بطريقه راندوم في تو ديفرنت بيزز بيسموهم ميوتشوالي انبايزد بيزز. الاسم ده معناه ايه؟ هنعرف بعد شويه معناه ايه في نهايه الايه؟ في نهايه الكلام. البلس ماينس بيزز زي ما عارفين ان احنا عندنا الزيرو والوان تبقى في الحاله دي تبقى مثلا تبقى الزيرو يبقى ماينس والوان يبقى بلس، والماينس دي اللي هي ماينس 45 ديجري بلس 45 ديجري، ده شكلها في كوانتم ستيت وكاتجاه بولاريزيشن، انتي دياجونال بولاريزيشن والدياجونال بولاريزيشن. طيب هي أليس ازاي تقدر ان هي تعرف تعمل انكودنج للبولاريزيشن؟ احنا بنتكلم على براكتيكال اسبيكتس، فاحنا هنشوف هنا سيستم بسيط مبسط لاي حد يكون يعرف فوتونكس يقدر ان هو يعرف منها ممكن ازاي نعرف نعمل انكودنج. نستخدم بالسد ليزر، هو ليزر اون اوف اون اوف اون اوف بطريقه بالسيد ليه ريبيتيشن ريت ليه فريكونسي، ونستخدم بعديه اتنويتور. فايده الاتنويتور ان هو بيقلل من الانرجي اللي موجوده في كل بالس للليفل بتاع السنجل فوتون بالس، بحيث نقدر نقول ان كل بالس دلوقتي كونتيننج جاست 1 فوتون، بيسموها فينت ليزر بالس، فينت ليزر بالس او فينت بالس. طيب انا كده عندي فوتون 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 فوتون، كل فوتون من دول متجهز ومتهيأ ان هو يتعمل له انكودنج بواحده من البيتس دي. تبدا أليس باستخدام السيكونس الراندوم اللي هي جابته في ستيب 1، تبدا ان هي تاخد السيكونس ده وتابلاي بيه على بولرايزيشن كنترولر.
بولاريزيشن كنترولر يتحكم في البولاريزيشن بتاع الفوتون اللي هو كان داخل من الاول ببولاريزيشن معين محدد اللي هو بتاع الليزر. بالبولاريزيشن كنترول تقدر تتحكم وتعمل له انكودنج ايزر في الزيرو 1 بيزس اللي هي هوريزونتال فيرتيكال اتش اور بي، او في البلس ماينس بيزس اللي هي دياجونال انتي دياجونال، اكوردنج لايه؟ اكوردنج لعمليه الراندمنس بتاعه ان هي تختار ده او تختار دون، وفي نفس الوقت اكوردنج للسيكونس اللي موجود هنا للزيروس والوانز. من كده اقدر اقول ايه بقى؟ نقدر نقول ان في اول بيت مثلا اللي هي 1 1 دي هتبقى encoded بال plus minus bases مثلا، randomly ال 1 اللي بعدها اتعملها encoding في ال horizontal vertical bases اللي هي 0 1 bases فطلعت vertical ال 1 vertical. بعد كده البيت الثالثه هتبقى في ال HV برضه في ال 0 1 bases هتطلع horizontal. بعد كده ال 0 اللي بعدها هتبقى في ال diagonal anti diagonal bases اللي هي هتبقى anti diagonal and so on. كده أليس تقدر تنكود كل السيكونس الراندم دون، تقدر تعمله انكودنج في البولاريزيشن بتاع الايه بتاع السنجل فول، تبعت السيكونس ده على طول يروح لبوب 1 باي 1 ويبدا بوب من ناحيه ثانيه بقى يبدا الاوبريشن بتاعته، يبدا بقى دوره في القصه ان هو يبدا يعمل الميجرمنت. الميجرمنت بتاع بوب زي بالظبط الانكودنج بتاعت أليس. أليس كانت بتنكود في two random bases فبوب هيميجر independently، ودي نقطة مهمة، بشكل مستقل عن الراندمنس بتاعت أليس يبدأ هو بشكل مستقل وبشكل عشوائي يختار ما بين two random bases. إما إن هو يميجر في ال horizontal vertical bases مثلا زي ما احنا شايفين في أول حالتين، أو في الدياجونال anti diagonal bases بطريقة random تماما زي ما قلنا غير معتمدة على اللي أليس عملته. وبناء عليه لما يبدأ يعمل الميجرمنت كل فوتون هيجي مما لا شك فيه حتى لو كانت البيزس هنا مختلفة عن البيزس هنا هيطلع ناتج موجود عند بوب. ازاي بوب يقدر يعمل ميجرمنت في تو راندم بيزس؟ براكتيكالي دي الطريقة المستخدمة حتى الآن في الكوميرشال برودكتس. لو بوب عاوز يعمل ميجرمنت في تو راندم بيزس ينفع ان هو يميجر دون يعمل راندمنس باسيفلي من غير ما يبقى عنده راندم سيكونس. ازاي؟ يستخدم 50-50 بيم سبليتر، فالفوتون اللي جاي من أليس هيعدي على السبليتر ايزر ان هو يروح في الاتجاه ده وبناء عليه يتقاس في البلس ماينس بيزس. لو الديتكتور ده عمل تك يبقى بلس، لو البلس اللي هي دياجونال، لو ديتكتور ده عمل تك ماينس اللي هي انتي دياجونال. 50% الفوتون مش هيروح في الاتجاه ده، الفوتون راندملي ممكن يختار ان هو يبقى ديتكتد باي الايه الديتكتورز دي. طبعا زي ما بنقول كوانتم اوبتيكالي المفروض ان احنا بنتكلم ككوانتم ميكانكس الفوتون الويف فانكشن هتسبلات، محدش يعرف الفوتون موجود فين لغايه ما يجي واحد من الديتكتورز الاربعه دول يتعمل تيكينج او يكلاك او يطلع بالس. يعني بتعرفنا ان في فوتون سقط عليه وان هو كابشر فوتون او مسك فوتون، فساعتها نعرف على طول والله لو الديتكتور ده كده يبقى انا عارف على طول ان الفوتون دون ديتكتد في ال HV basis وان الفوتون دون انكود او ديكودد as V. الديتكتور اللي تحت ديكودد as H، ديكودد as plus، ديكودد as minus. الديتكتورز دي مش زي الديتكتورز الاوبتيكال ديتكتورز اللي هي اوريدي موجوده دلوقتي في اللابس سواء مثلا في معامل الفيزيكس او في معامل الانجينيرنج. لا ده سنجل فوتون ديتكتور. سنجل فوتون ديتكتور هنتكلم عنه ان ديتيل بعد كده، بس السنجل فوتون ديتكتور ده عباره عن تقدر تقول كده بوكس لما يدخل لها سنجل فوتون ايديالي بتقوم مطلعه بلس. البلس دي ليها ارتفاع 5 فولت، ليها ويدث 20 نانو سكند ده تيبيكال يعني، واول ما البلس دي بتظهر على طول بنبقى أليس بوب بيعرف ان في سنجل فوتون استقبل هنا ماكروسكوبيك. لكن السنجل فوتون طبعا دي حاجه مايكروسكوبيك، حاجه كوانتم. الديتكشن ده بيتم بطريقه براكتيكال هنتكلم عنها بعد شويه، لكن نقدر نقول في الاخر يا اما بلس تطلع من هنا يا اما بلس تطلع من هنا يا اما من هنا يا اما من هنا. وبناء عليه مع السيكونس بقى الايه اللي موجوده المختلفه نقدر نقول راندملي بوب بيميجر ايزر هنا او هنا بطريقه راندم، والراندمنس دي هو نفسه ما بيحكمهاش، ده برضه فيزيكال
فيزيكالي راندوم سويتشنج ما بين الايه ما بين البيز، وده افضل حاجه ممكن تستخدم لان ما ينفعش حد يعرف يتجسس عليها، محدش يقدر يعرف هو انت هتمجر في اي اتجاه. ايفن بوب ان ادفانس بدايه او مقدما يعني ما يعرفش ان هو هيمجر في البلاس ماينس بيزس ولا في الاتش في بيزس. عمل ميجرمنت ونتيجه الميجرمنت عنده طلعت كالتالي، سيكونس موجود عنده دي ديتكشن ريزلتس 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 انسو. طيب هل السيكونس ده يقدر أليس وباب يستخدموه كي بينه؟ لا، كي لازم يكون موحد. البرايفت كي كريبتوغرافي دي سيمتري كي كريبتوغرافي، لازم يكون الكي في سيمتري، أليس وباب يكون عندهم نفس الكي. لكن هنا في عندنا مشكله ان بوب عمل ميجرمنت في الاتش في بيزس في بعض الاوقات مثلا زي اول مره، في حين ان أليس كانت بعته في الدياجونال انتي دياجونال. في بعض الاوقات كان في ماتشنج، وبعض الاوقات ما كانش في ماتشنج زي ما احنا شايفين. هنا في ماتشنج اهو زي ما احنا شايفين، أليس كانت بعته في الدياجونال انتي دياجونال، بوب كان بيميجر في الدياجونال انتي دياجونال. القرايه اللي هيستقبلها بوب هنا صحيحه، وهتريفير وهتدله على هتنفير هتدله على اللي عملته أليس. هنا مش هتبقى قرايه صحيحه، هنا هتبقى قرايه صحيحه، طبعا دي ايدل تشانل، هنا مش هتبقى قرايه صحيحه، هنا قرايه صحيحه ان سو اون. لازم يعرفوا بينهم من بعض هو انا اعتمد على القرايه دي ولا ما اعتمدش على القرايه دي. فوتون زي ده هوريزونتال بالرايز اتعمل له ميجرمنت في دياجونال انتي دياجونال، مفيش حاجه تقول ابدا ان النتيجه تبقى ريلايبل. ليه؟ ده فيكتور في اتجاه، ممكن تفهمها كده، فيكتور في اتجاه هوريزونتال اتعمل له بروجكشن على اتجاه 45 وماينس 45، في بروبابيلتي 50% ان هو يستقبل في الاتجاه ده، 50% يستقبل في الاتجاه ده. دي في الحالة دي الانتروبي بيبقى بوان، مفيش معلومة انتقلت، لكن المعلومة انتقلت فين؟ انتقلت هنا، انتقلت هنا، انتقلت هنا. وبالتالي يقدروا يعرفوا امتى بقى المعلومة دي انتقلت. فمطلوب ان احنا نروح بقى الستيب فور او خطوة، الخطوة الرابعة ان أليس بالمشاركة مع بوب يبدأوا يعملوا يتأكدوا ان البيزس كانت ما بينهم مظبوطة متناسبة متناسقة، كانوا بيستخدموا نفس البيزس في الانكودينج وفي الميجرمنت او في الديكودينج. الكومباتيبلتي تشيك بتتعمل باي بابليك اوفر بابليك تشيك باستخدام الكلاسيكال كوميونيكيشن، باستخدام الانترنت، باستخدام الواتساب، باستخدام واتيفر رسائل واتيفر، حتى التليفون العادي تبدا يحصل بينهم بعض كوميونيكيشن باستخدام الكلاسيكال كوميونيكيشن. وتبدا أليس تسال بوب تقول له صباح الخير يا بوب، قول لي الاوقات والبيزس اللي انت استخدمتها في الميجرمنتس بتاعتك. بوب يرد عليها يقول لها أليس انا استخدمت في الوقت الفلاني الاتش في بيزس اللي هي اول واحده، بعد كده في الوقت الثاني استقبلت فوتون وكنت في الوقت ده كنت مستخدم البيزس البلس ماينس، هو هنا المفروض اتش في برضه ان سو اون، بحيث انه يقدر يقول لها انا في الوقت الفلاني استقبلت فوتون وكنت عامل الميجرمنت بتاعتي بالوضع الفلاني، يمليها كل تيبل بتاع الديتكشن بتاعه. أليس كده تقدر من اللي هو بيقول لها بوب، خد بالك بوب بيقول لها انا استقبلت فوتون في الوقت ده وكان البيزس بتاعتي كذا، بوب ما بيقولهاش نتيجه القياس، ما بيقولهاش كان اتش ولا كان دي، لان دي معلومه مهمه، لكن بيقول لها انا استخدمت البيزس الفلانيه بس. هم عاوزين يعملوا alignment للبيزكس. بناء عليه تبدأ أليس تستخدم الانفورميشن دي وتقول أنا كده مش هبقى compatible مع بوب في أول حالة، لأن أنا استخدمت diagonal anti diagonal لكن هو استخدم HB basis. أنا aligned معاه في تاني photon لأن أنا كنت vertical encoding في الHB وهو كان بيديكود في الHB، ده يستخدم، اللي بعده ما يستخدمش، اللي بعده يستخدم، اللي بعده يستخدم and so on. طيب ده كلام جميل، بس مطلوب بقى من أليس وباب اولا، طبعا أليس هترد عليه تقول له drop incompatible cases، كل الحالات، الحاله الاولى والثالثه والخامسه، الحاجات دي كلها لازم تعملها drop، دي مش داخله معانا في الايه في الحساب. وفي نفس الوقت بعد ما يعملوا دروبنج للحالات دي تبدا تساله تقول له قول لي بقى
في الحالات التانية اللي احنا كنا كومباتيبل فيها في بعض الحالات. قول لي كده بعض غششني، قول لي انت في بعض الحالات دي النتيجة كانت عندك عاملة ايه. فبيبدأ بوب يقول لها نتائج، هي مثلا بتقول له قول لي النتائج بتاعت 4 و5 و6، 4 و5 الفورسز ديكشن والفورسز ديكشن والسكس ديكشن. يبدأ بوب يقول لها انا استقبلت في الوضع ده 0 و0 و1. قال استقارن ده باللي هي بعدته في الاول 0 و0 و1، تمام، يبقى كده ما حدش بيتجسس علينا، وبكده according للكوانتم ميكانيكس لما فيش ايرورز يبقى مما لا شك فيه ما فيش حد بيتجسس علينا. هنعرف ده ليه، وبكده كيب السكيورد وممكن نستخدمه. وأليس وبوب كده عندهم ذا سيم كي. فين بقى هو الكي دلوقتي؟ الكي هو البيتس اللي باقيه زي ما احنا شايفين اللي هي كانوا كومباتيبل وما استخدموهاش في التشيك بتاعهم بان الريزلت صحيح. بقى عندهم 1110 جاست 4 بيتس في الحاله بتاعتنا. وطبعا احنا بنتكلم على عدد صغير، لكن في الحقيقه في الكي سيشنز او في الكي ديستريشن سيشنز بيتبعت مثلا حاجه كده بتاع 100,000 فوتون، بيتفضل لهم عدد محترم من الفوتونز يستخدموه في، او عدد محترم من الديتكشنز والداتا والريزلتس يستخدموها في الايه، في الانكودنج والديكودنج بعد كده. طيب احنا حتى الان بنتكلم على طرفين اليس وبوب، طرفين شرعيين للكوميونيكيشن. ماذا لو كان هناك متصنت اللي هو الايفز دروبر، ايف موجود في السكه وبيتصنت على كل حاجه وليه اكسس كامل للسكيور تشانل وللبابليك تشانل اللي هي كانت بالتليفون مثلا ما بين الاثنين؟ ايه اللي تقدر تعمله ايف وايه اللي ايف ما تقدرش تعمله؟ اول حاجه كون ان الداتا من الاول كانت سيكونس انكودد في تو ميوشوالي انبايزد بيزس هوريزونتال فيرتيكال او دياجونال انتي دياجونال، باستخدام ثيرم معروفه ليها اسباب بسيط قوي، الكوانتم نو كلوننج ثيرم اللي هي عدم الاستنساخ. ما تقدرش ايف ابدا ان هي تعمل بيرفكت كوبي من اليس انشئته. تقدر تعمل كوبي بس نوت بيرفكت، دي نقطه مهمه، يعني لازم يكون في ايرورز. ما ينفعش تعمل كوبي كامله من اللي بتعمله اليس، بمعنى اصح ما ينفعش تاخد الفوتون بتاع اليس تعمل لنفسها نسخه وتسيب النسخه اللي بعتتها اليس لبوب. لازم يحصل ايرور في النسخه اللي راحت لبوب جيفن ان ايف خدت ايه، خدت نسخه، وده اللي بينص عليه الكوانتم نو كلوننج ايه سير. لو هي حاولت ان هي تانترسبت الفوتون، يعني توقف الفوتون تعمل له ميجرمنت عندها، وبعد ما تعمل ميجرمنت تبدا ان هي بناء على قيمه الميجرمنت تعمل ريسندنج لانذر فوتون، هيحصل تكون 25% من الايرور. اذا ازاي ده ممكن يحصل؟ انا هشرحها بحاله بوضع بسيط قوي، في حاله بسيطه. تعالوا نتخيل ان اليس وورب كانوا في صم في واحده من الحالات اللي هي عليها علامه صح دي اللي احنا بنتكلم عنها، كانوا بيستخدموا الدياجونال بيزس، فاليس بتنكود في الدياجونال بيزس وبوب بيديكود او بيميجر في الدياجونال، في الدياجونال بيزس. ايف في الوضع ده بنسبه 50% هتكون بتستخدم الدياجونال بيزس في الميجرمنت بتاعتها قبل ما تبعت لبوب. في الحاله دي هي هتميجر في الدياجونال بيزس، فاليس الداتا اللي هتبعتها ايف هتفهمها صح وهتبعتها بشكل كويس لبوب، مش هيبقى في اي ايرورز في 50% من الحالات. لكن في 50% الاخرى هتكون ايف لانها ما تعرفش هم كانوا بيستخدموا انهي بيزس، فهتكون هي بتستخدم الهوريزونتال فيرتيكال بيزس، وفي الحاله دي هيحصل 50% ايرورز في اللي هي فهمته وفي اللي بعتته لمين؟ اللي بعتته لبوب. ال 50% ايرورز دي حصلت في حاله ما بيكون اليس وبوب دياجونال، الاثنين دياجونال. طب لو الاثنين اتش بي هيحصل 50% ايرورز. 50% ايرورز في 50% من الحالات، احنا كده بنتكلم على 25% ايرورز هتتكون. 25% ايرورز ده ليفل عالي جدا من الايرورز، اعلى بكتير من اللي الشانل ممكن تديه في الحاله البراكتيكال. وبناء عليه نقدر نقول ان اليس وبوب هيحصل هيلاحظوا ان في هاي ايرور ريت، ودي تبقى علامه قويه على وجود ثيرد بارتي، في شخص ثالث بيستمع ليهم، وبناء عليه ساعتها يعملوا دروبنج للكي وما خسروش حاجه، ما فيش اي داتا سكيورد اتبعت. لكن لو حصل وكان الكي اتبعت وما فيش ايرورز او ايرورز صغيره جدا، 1 في 1000، 1%، يبقى احنا كده بنتكلم على ان الكوانتم كي حصل له ديستريبيوشن بطريقه سكيور وانكونديشنالي سكيور.
unconditionally secure معناها ان السكيورتي هنا مش conditional او مش مشروطة على قوة الانترودر. مهما كانت ايف عندها quantum computer، ايف عندها super computer، عندها computer لم يعلن عنه احد من قبل، موجود عند دولة ما والدولة دي ما اعلنتش عندها كمبيوتر بالقوة دي، حتى لو ده موجود هيفضل في errors 25% according to quantum mechanics. ودي نقطة مهمة جدا وخطيرة، لأن بناء عليه quantum key distribution بيقدم حاجة ما بتقدمهاش الكريبتوغرافي العادية بتاعت الكمبيوترز بتاعتنا أو اللي احنا بنستخدمها دلوقتي. لو حصل ان حد اتصنت بيبان ان في errors عند الطرفين، الطرفين بيعرفوا ده مش موجود في اي حاجة موجودة عندنا الا في quantum key distribution. هو unbreakable و unconditionally secure بس حتى الآن للوضع المثالي. For ideal devices, yes, it's unbreakable security. لكن لل practical devices وإحنا كل الديفايس اللي بنستخدمها مش ideal، ما فيش حاجة ideal في ال practical devices. This cannot be verified. يعني السكيورتي القوية دي هيبدأ يظهر فيها ثغرات أول ما نبدأ نستخدم components optics، نستخدمها علشان نجرب بيها الايه، نعمل بيها السيستم، لان السيستم ده كله بيتعمل بالاوبتكس وبيتعمل بالفوتونز طبعا. طب ليه فوتونز؟ ما ينفعش حتى تستخدم الكترونز في نقل الكوميونيكيشن من مكان لمكان. الفوتونز ايزوليتد، ليها صفات كتير جدا، ايزوليتد، تشارجلس، ماسلس، هي اللي بتستخدم في الكوميونيكيشن. انا لما بكلمكم دلوقتي حاجه 99% من الشانل ما بيني وما بينكم عباره عن اوبتيكال فايبر. الفوتونز هي الحاجه الريزيدنت اللي احنا بنستخدمها عموما في حياتنا في نقل الكوميونيكيشن. وده طبعا دي حاجه اي حد اي كوميونيكيشن انجينير يعرف كده كويس. طيب كفوتونز كاوبتيكال سيستمز، ذيس كانوت بي فيرفايد للبراكتيكال سيستمز دي، يا ترى ليه؟ تعالوا نشوف ثغرتين احنا هنركز عليهم، واحده منهم في اتجاه السورس وواحده منهم في اتجاه الديتكشن. اول ثغره لوب هول 1 الجينيريشن اوف سنجل فوتونز باستخدام فينت ليزر بالز. الفينت ليزر بالز احنا قلنا ان احنا عندنا فينت ليزر بالز، بالز كل بالز فيها سنجل فوتون، ده ما نقدرش نعمله، مفيش حاجه موجوده في حتى الان، مفيش اوبتيكال بروسيس تقدر تتحكم ان انت تطلع سنجل فوتون كل مره. اللي موجود اللي بيستخدم بكثره حاله اللي هي الفينت ليزر بالز اللي احنا شرحناها، يعني ان يبقى في اتنويتر وليزر بالز بالشكل ده، وبالتالي بنتحكم في المين نمبر اوف فوتونز بير بالز. خد بالك المين نمبر المتوسط، لكن ما بنتحكمش ابدا في العدد الفعلي هيبقى كام. في الحاله دي الليزر بالز ابروكسيميشن بتاعها اللي هو فيري جود ابروكسيميشن للحاله دي ان احنا نستخدم الكوهيرنت سيت اوف لايت ككوانتم اوبتكس. وفي الحاله دي بيبقى في نمبر اوف فوتونز ثيرمالي ديستريبيوتد متوزعه بطريقه راندوم وزن الكوهيرنس تايم اللي هو وزن البلس نفسها، عدد الفوتونز في كل بلس مفاجاه، ما هوش واحد وما هوش زيرو، ما تقدرش تتحكم فيه انه يبقى واحد ولا اثنين، لا ده ديستريبيوشن. وبتبقى في الحاله دي المعروفه جدا واكيده وفيريفايد ثريتيكالي واكسبيرمنتالي ان بيبقى عدد الفوتونز بيتبع بواسو ستاتستكس. بواسو ستاتستكس بروبابيلتي، احنا بنقول ان المفروض تبقى واحد، لا هي مش واحد، ده احنا لو اتحكمنا وخلينا لامدا ليها رقم معين اللي هو الافريج، فبتبقى البروبابيلتي بتاعه ان يطلع ان او عدد من الفوتونز 2 فوتون 3 فوتون او غيره، بينفع تجيبها بالريليشن دي اكوردنج للبواسو ستاتستكس اكسبوننشال ماينس لامدا ماينس المين نمبر اوف فوتونز مضروبه في المين نمبر اوف فوتونز باور الان اللي انت عاوز تعرف العدد دون 3 مثلا فوتون او غيره مقسوم على الان فاكتوريال. معناه ايه الكلام ده؟ معناه لو انا اخترت ان المين نمبر عن طريق الاتنويتور ان المين نمبر 1 فوتون، هل لازم يطلع 1 فوتون في كل؟ لا خالص، هيطلع ديستريبيوشن، هيطلع 0 فوتون بروبابيلتي حاجه كده 37%، 1 فوتون بروبابيلتي 37% تقريبا، يطلع 2 فوتون بروبابيلتي 20%، يطلع 3 فوتون بروبابيلتي 5%، 4 فوتون، 5 فوتون، تخيل ده اللي احنا نقدر نعمله. طيب لو احنا استخدمنا لندا بأربعة يطلع ديستريبيوشن، انت كل اللي تتحكم فيه المين نمبر فوتون زي يبقى كام، لكن ممكن يبقى عدد الفوتونز اكتر، ممكن يبقى عدد الفوتونز اقل اكوردنج للبواسو ستاتستكس. الاكزامبل اللي موجود هنا في الليبل الصفراء دي اكزامبل براكتيكال، وده اللي بيستخدم في الكوميرشال برودكتس دلوقتي في
في الاجهزه العمليه اللي هي موجوده دلوقتي واللي هي موجوده كبرودكتس موجوده في السوق، ان لامدا او المين نمبر بيخلوه 0.1. 0.1 دي لو انت عوضت هنا بان لامدا ب 0.1 يطلع البروبابيلتي بتاعت ان الان سوف زيرو، يعني ما في البلس ما فيهاش فوتونز، 90% من البلسز هتبقى ما فيهاش فوتونز، 9% من البلسز هيبقى فيها سنجل فوتون اللي هي تقريبا العشر، وفي بروبابيلتي ان يبقى في اكتر من واحد، اكتر من فوتون، 2 فوتون، 3 فوتون، 4 فوتون اند سو اون لغايه انفينيتي، يطلع 1% فوتون، 1% كبرسنتج ان يبقى في مور ذان فوتون للبلس. طيب هي دي ثغره؟ هي ايه المشكله في كده؟ ايه المشكله ان يبقى في عدد من الفوتونز اكتر من واحد؟ طيب احنا هنشوف ازاي لما يبقى سنجل فوتون سورس مش ايديال ده ممكن ياثر. لوب هول 1 اكتشفت 1995 وطلعت بيبر مشهوره قوي، عملت اتاك مهم اللي هو الفوتون نمبر سبليتنج اتاك، بيسموه بي ان اس اتاك او فوتون نمبر سبليتنج اتاك. علشان نقدم الفوتون نمبر سبليتنج اتاك تعالوا نشوف سيتويشن طبيعي جدا وبيحصل بشكل عام في استخدام الاوبتيكال فايبر. لو عندي تو يوزرز اليس وباب وفي ما بينهم شانل، الشانل بتبقى اللوسز بتاعتها تيبيكالي ممكن 90% مثلا لوس. اليس بتبعت لو بعتت فوتون ففي 10% فقط من الفوتونز اللي بتبعتها اليس بيوصل لمين؟ لباب. فقط 10% من الفوتونز بتوصل لايه؟ لباب. طيب هو ذا سيتويشن براكتيكال، ازاي ايه ممكن تستخدم الفكره بتاعت الباسوس ستاتستكس مع ان الشانلز براكتيكالي بتبقى دايما ليها لوسس في ان هي تعرف تاتاك السيستم. يعني ايه تاتاك السيستم؟ يعني تتصنت تعمل ايفز دروبنج من غير ما اليس وبوب يظهر عندهم ايرورز. الطريقه كالتالي، ايف هتعمل حاجتين، اول حاجه هتريبليس الشانل اللي ما بين اليس وبوب بلو لوس شانل، بحيث ان الفوتونز اللي جايه من هنا تمشي في لو لوس شانل مش اللي الشانل بتقدم 90%. هي ايف تعرف تعمل كده اكوردنج لبرنسبل مشهور قوي في الكريبتوغرافي اسمه كيرشوف برنسبل. وكيرشوف برنسبل ده 1886 تقريبا، قديم قوي، وكان ظهر في كتاب او سيزيس كان مقدمها كيرشوف، وكان بيقول فيها احنا ما ينفعش نقول على اي ايفز دروبر هو ايه قدراته، ايه الليميتيشنز بتاعته. الليميتيشنز بتاعته هي الفيزيكال ليميتيشنز، لكن ما نقدرش نقول ان هو ليه ليميتيشنز اخرى. وبالتالي ايف تقدر ان هي تاخد التشانل وتريبليس باي لوس شانل، تقدر تعمل كده، وما ينفعش ناخد دي كنقطه تديها تبقى مانعه ضد ايف، والا هيبقى عندك ثغره ممكن حد شاطر او دوله يكون عندها مثلا قدرات للوز لوس شانل تعرف تعمل حاجه زي كده. وبناء عليه ايف تقدر تريبليس التشانل باي لوس شانل، اول حاجه اللوس شانل. ثاني حاجه ان ايف هتحضر نوع من الميجرمنت، فوتون نمبر ميجرمنت. الفوتون نمبر ميجرمنت ده كوانتم نون ديموليشن ميجرمنت. كوانتم نون ديموليشن ميجرمنت بتمجر بيه عدد الفوتونز من غير ما تاثر في الستيت بتاعها، ما بتاثرش في حاله الايه في الستيت بتاعتها. وبالتالي تقدر تقيس هو في كام فوتون اليس بتبعتهم لايف من غير ما تغير فيهم باي شكل. اليس نتكلم دلوقتي على الفوتون نمبر سبليتنج اتاك اللي هو اتقدم فيرستلي باي هاتنر في 1995 في الفيزيكال ريفيو. ايه اليس بتبعت فوتونز، فلو بعتت فوتون وكانت البلس فيها سنجل فوتون يعني ايف ما ينفعش تشير مع بوب، تقوم ايف على طول تعمل بلوكينج للسنجل فوتون بلس. طب هي عرفت منين دي سنجل فوتون؟ باستخدام الفوتون نمبر ميجرمنت. طيب في بعض الحالات اليس هتبعت بلس فيها اكتر من فوتون، الحاله دي ايف هتاخد بالها وهتاخد نسخه من الايه؟ من الفوتون دون ليها، نسخه من الفوتون عندها ونسخه من الفوتون، وفي فوتون ثاني هيروح هناك. التو فوتونز دول عدوا من نفس الايه؟ الانكودنج. فايف كده هتعرف الانكودنج بتاع الايه؟ بتاع الفوتون بتاع اليس، وبكده هي عرفت وسابت لبوب نسخه من غير ما تعمل اي ايرورز. بشكل ده الفوتون نمبر سبليتنج اتاك، وكان اتاك قوي جدا، استمر بشكل قوي، محدش عارف يقدم حاجه كده افكتيف اجينست الفوتون نمبر سبليتنج اتاك. من سنه 95 ظهر كذا بيبر، وظهر فيه كمان
ادفانسز يعني بروجريس حصل فيه ان هو يبقى ادفانسد فوتون نمبر سبليتنج اتاك لغايه 2000 وايه لغايه 2003. الكونكلوجن بعيدا عن الريجورس بروفز بتاعه الانكونديشنال سكيورتي بتاعه كوانتم كي ديستريبيوشن اللي قدمها بنت وبراسرد في 1984، الكي ممكن يبقى شير نتيجه اللوب هول اللي هي في ناحيه السورس بتاع الليزر، ان الليزر ممكن يطلع اكتر من فوتون، بيسموها سورس سايد شانل اتاك. سورس سايد شانل اتاك يعني القناه الجانبيه نتيجه وجود سورس مش براكتيكال. طيب الفوتون نمبر سبليتنج اتاك ده من 95 اتحل في 2003 ازاي؟ البراكتيكال واي احنا بنشوف البراكتيكال اسبيكتس معانا للكوانتم كي ديستريبيوشن، فالبراكتيكال واي علشان اوفركم الفوتون نمبر سبليتنج اتاك هيكون باستخدام بروتوكول ظهر في 2003 باي اسنجل اوثر بيبر. كان الاوثر اسمه وانج، وانج البيبر دي كانت فيري سمبل بيبر، واي يعني اي سجست ان اي حد من الطلبه ممكن يدخل يقراها، هي حلوه جدا ما فيهاش شغل كوانتم ميكانكس قوي، المقدار ما فيهاش شغل بروبابيلتيز ماثيماتكس اكتر منها كوانتم يعني، لكن هي بسيطه جدا والاسلوب زي ما هنشوف دلوقتي بسيط قوي. نشرها فيزيكال ريفيو ليتر في 2003 بي ار ال. طيب هو عمل ايه وانج؟ ايه البروتوكول؟ ايه الخطوات اللي هو قالها؟ او البروتوكول اسمه ديكوي ستيت بروتوكول، نعرف بقى الخطوات بتاعتها مش ازاي. وانج بيقول اليس مش هتبعت طول الوقت سنجل فوتون بلس اللي هي باسو ستاتستكس فيها باسو ستاتستكس، لا في بعض الاحيان اليس هتبعت وبشكل مقصود برايت بلسز فيها عدد اكبر من الفوتونز، تخلي الاتنويتر اقل شويه فتخلي البلس تعدي بقوه شويه، يبقى عارفه ان في 10 فوتون موجودين هنا، 4 فوتون، 5 فوتون، هي عارفه ده انتشنالي يعني ده عن قصد وعن عزم. من ناحيه بوب هيبدا يقيس اللوس بيرسنتج في الحالات المختلفه، لما يجي له هي هتقول له ده انا بعت في الوقت الفلاني والوقت الفلاني، يقول لها انا استقبلتش الا في هنا وهنا وهنا، يعرفوا من كده حصل لوس قد ايه. اليس لما تبعت سنجل فوتون بلس لبوب يبدا يميجر في كام بيرسنت من السنجل فوتون بلس دي في الحالات المختلفه في ال 100,000 فوتون اللي جوله في كام بيرسنت منهم سقطوا، لان المفروض ان السنجل فوتون بلس هتقابل طبعا في حاله وجود ايف هتقابل لوسس اكتر من حاله ان يبقى في عدد كبير من الايه من الفوتونز. في الحاله الثانيه بقى زي ما بيقول كده وانج في الديكوي ستيت بروتوكول، اليس هتبعت البرايت بالس ديكوي برايت بالس، وهنا بوب هيميجر برضو البرسنتج. لو كانت ايف بتمنع عنه السنجل فوتون بالس يبقى اللوسس هنا هتبقى اعلى، اكس هتبقى اكبر من الواي، بمعنى اصح في حاله ان ايف عملت شنت ضده اتاك لانشنج اتاك اللي هو بي ان اس اتاك، هنلاقي ان الاكس برسنتج اكبر من الواي برسنتج وكده البي ان اس اتاك از لانشنج، لكن لو كانت الاكس تساوي واي يبقى ما فيش بي ان اس اتاك ويبداوا يستخدموا الداتا اللي فين بقى؟ اللي في حاله السنجل فوتون بلس، ما يستخدموش طبعا الحاله الايه؟ الحاله الثانيه. بروتوكول بسيط. الديكوي كلمه ديكوي معناها ايه؟ ديكوي معناها باللفظ الدارج بتاعنا زي الطعم، الطعم بتاع السمكه كده بالظبط، ان انت بتدي لايف حاجه هي ما تعرفش تحكم انت كان قصدك ايه، هل دي سنجل فوتون بلس فيها عدد من الفوتونز كتير تعرف تاخد منها نسخه، ولا دي برايت بلس اليس بعتها علشان تخدعها علشان تغشها او تدي لها طعم، لو هي لقطته على طول هيبان عند بوب ان الواي برسنتج هتبقى قليله جدا. ديكوي ستيت بروتوكول بيستخدم على نطاق واسع دلوقتي في الكوميرشال برودكتس. تاني لوب هول ناحيه الديتكشن، ان الديتكتور احنا قلنا ان هو اعتبرناه بوكس زي ما احنا شايفين كده، يدخل له سنجل فوتون بلس يطلع الكترونيك بلس ليها عرض معين وليها ارتفاع معين بالفولت. ده بافتراض ان الديتكتور شغال في الجايجر مود. جايجر مود ان احنا عندنا دي سيركت بسيطه للديتكتور، طبعا بتبقى سيركت اعقد من كده بس دي السيركت الاساسيه، بيبقى في بقى هنا حاجات بارل كتير بس طبعا دي السيركت الاساسيه اللي ممكن تستخدم. عندنا ريزيستنس سيريس افالانش فوتو ديتكتور او افالانش فوتو دايد معكوسه ريفرسد،
وتحتها هنا في ريزيستنس قليله. الريزيستنس اللي فوق دي ضخمه، الريزيستنس تحت دي قليله، وفي هاي فولتج من فوق لتحت. طبعا دي ريزيستنس، دي ريزيستنس، ودي فوتو دايد او دايد معكوسه. كل الفي اتش في ده هيبقى موجود اوفر الايه، الاوبن سيركت اللي موجود هنا. وبناء عليه اول ما يجي فوتون، ده الديتكتور العادي اللي هو موجود في اللابز عندنا واللي موجود كسنجل فوتون ديتكتور، يعني بيشتغل بالوظيفه دي، ان هو لما يجي ينزل عليه فوتون فبيعمل الكترون هول بير، الكترون هول بير تحت الهاي فولتج، بيحصل اكسلريشن للالكترون، اكسلريشن للهول، بيبداوا يعملوا جنريشن لهولز اكتر والكترونز اكتر، يمشي كارنت كبير اسمه اي اي بي دي. الكارنت الكبير ده لما يعدي في الريزيستنس دي يظهر هنا البلس اللي احنا بنشوفها هنا. البلس دي الارتفاع بتاعها هنا اي بي الار اي الار او، الفولتج اللي بيطلع هنا، وبناء عليه يطلع البلس واحده لكل سنجل فوتون. بيتعمل كده لغايه ما يحصل عمليه كوينشنج، ولما يحصل كوينشنج عدد الالكترون هولز، الالكترونز والهولز اللي في الفالنس باند بيقل، وبناء عليه بيبدا نتيجه الكرنت، بيبدا يبقى في هنا فولتج ابلايد على الريزيستنس دي، والريزيستنس دي يسحبوا الفولتج من على الافالانش فوتو ديتكتور، وبناء عليه يبدا الفولتج عليها يقل. نبعد عن ما يبقاش في ريفرس بايز او هيفي ريفرس بايز، وبناء عليه تقف البلس وتنزل تحت كده وخلاص كده الديتكتور كده البلس بتاعته تقف، وبناء عليه يرجع الوضع لنفس البوينت اللي كان فيها. احنا كده بنفترض ان الديتكتور شغاله في مود اسمه جايجر مود، جايجر مود. طب هو ده ممكن يبقى ثغره ازاي؟ خد بالك الديتكتورز مش شرط تبقى شغاله في جايجر مود، الديتكتورز ممكن تبقى شغاله في اللينير مود، وتقدر ايف بشطاره ان هي تاخد الديتكتور تحوله من جايجر مود تحوله للينير مود. في اللينير مود اللي هو لما يكون الفولتج الابلايد عليها اقل من في بريك داون، كل ما الانتنستي بتاعه مش بقى سنجل فوتون، بقى كل ما الانتنستي بتاعه اللايت تزيد كل ما الاي اي بي دي يزيد، مفيش بالص فعليه بتحصل. طب والسنجل فوتون في الوضع ده ولا بيحس بيها الديتكتور؟ سنجل فوتون ده لا شيء بالنسبه له، ده هو بيحس ببالص، بيحس بضوء الشمس مثلا، يحس بضوء للموبايل، تحس بضوء الغرفه، لكن سنجل فوتون دي حاجه ضعيفه جدا. لكن السورس العاديه بتبقى مليارات، اكتر ملايين المليارات من الفوتونز. لينير مود غير ديتكتور لو في اللينير مود بيبقى غير مستعد تماما ان هو يستقبل سنجل فوتونز خالص، لازم يكون في الجايجر. تقدر ايه تستخدم الثغره دي وتقدر ان هي تعمل اتاك يعني من لوب هول 2 باستخدام الايه، الابالانش فوتو ديتكتورز. انا بس فاتني حاجه لان قلت فوتو ديتكتورز لكن ما قلتش هي ليه ابالانش. طبعا الابالانش ناتج من ايه، ان الالكترون اثناء الاكسلريشن بيعمل ابالانش من الالكترونز، بيعمل شلال، بيعمل تيار كبير اللي هو الاي اي بي دي، فعشان كده بيسميها ابالانش فوتو ديتكتور. طيب حته اللينير مود اوبريشن ازاي دي تشكل مشكله؟ تشكل مشكله ان لو قدرت، لو ايف جات وعملت اليومينيشن لبوب ديتكتور، يعني سلطت الضوء على الانبوت بتاع بوب ديتكتور او على البوب من بره، داتا جايه له من بابليك تشانل، فقامت استخدمت ليزر خفيف لامب ليد وبدات تعمل طول الوقت اليومينيشن، يعني تديله كونتينوس ويف لايت، فساعتها الديتكتور سنجل فوتون ديتكتور مش هيبقى في الرينج ده خالص، دايما هيبقى هنا، وبناء هيبقى في لينير مود. طب هو ايه المشكله ان هو يبقى في لينير مود؟ ما هو كده بوب مش هيستقبل اي حاجه. لا، تبدا هي بقى تعمل له ديتكتور كنترول. ازاي تقدر ايف ده؟ البلايندنج لايت، بيسموه بلايندنج لايت لانه بيخلي الديتكتور بلايندد، بلايندد يعني مش شايف سنجل فوتون، زي كانك كده بالظبط واقف وقام شعاع كده زي نور العربيه كده نور في وشك، مش شايف اي حاجه خالص. فالبلايندنج لايت ده بيخلي الديتكتور مش شايف اي حاجه، مش شايف سنجل فوتونز خالص، مش شايف الا لو في تريجر بالس كبيره، دي برايت بالس، لايت بالسز بتبعتها ايف اكبر من ثريشولد معين يبدا الديتكتور يطلع بالس. لو اقل من الثريشولد ده ما يطلعش اي بالس ولا كانه شايف اي حاجه، وبالتالي تقدر ايف ان هي تتحكم في ايه اللي بيقراه كل ديتكتور. طيب ازاي تعرف تتحكم في ده؟ حاجه بسيطه قوي. هي كانت مشكله ايف في ايه؟ مشكله ايف كانت لما بتبعت وهي البيز بتاعتها مش ماتشد مع اليس ومع بوب،
ان ساعتها كان بيبان ايرورز. لا في الوضع ده بصوا ايه اللي بيحصل هنا. في الوضع بتاع ان يبقى هي مش ماتشد مع بوب، لو بعتت التريجر بالس اللي هي الضخمه دي هتتقسم، لانها مش ماتشد فهتتقسم ما بين التو ديتكتورز واحد اتش وواحد في. هي بعتت في ال 45، 45 تتقسم لاثنين، دياجونال يتقسم نص في الاتش ونص في الفي كباور، وبناء عليه البالس دي تنزل للنص تبقى اقل من الثريشولد، الديتكتورز 0 وال 1 ما يحصل لهمش اي تيكنج، ما يعملوش اي اكشن زي ما احنا شايفين هنا. لكن في حاله لما بتكون البالس يكون اليس وباب وايف البيزز بتاعتهم ماتشد ومفيش في الحب في الوضع ده زي ما احنا قلنا مفيش اي ايرورز، ساعتها يحصل ان البالس كلها بقوتها تروح في اتجاه معين وبناء عليه اكبر من الثريشولد، وبناء عليه تبدا تعمل كليكنج للديتكتور بالقيمه اللي هي بعتتها. عاوزه تبعت اتش تبعت، عاوزه تبعت في تبعت. طب لو كانوا مختلفين هيحصل الحاله دي ومش هيحصل اي كلاك. طب لو كانوا متناسقين الاثنين دياجونال انتي دياجونال او الاثنين اتش في بيزس نفس البيزس هيحصل الوضع ده، يحصل كليكنج زي ما احنا شايفين. الفكره دي اتقدمت في كذا بيبر، ممكن مش اولهم لكن اشهرهم كانت في نيتشر فوتونكس في 2010 ليدرسون اتقال، وده قدروا في البيبر دي ان هم يقدموا بالاتاك بتاعهم. خدوا جهاز مشهور وبيتباع في باي اي دي كوانتيك على حسب ما انا فاكر، يعني جابوا جهاز كان بيتباع بشركه مشهوره قوي اي دي كوانتيك هي اللي بتصنع كوانتم كي ديستريبيوشن دلوقتي على نطاق واسع، وجابوا جهاز تاني لماجيك كيو دي شركه تانيه برضو مشهوره هي امريكان، وبداوا ان هم يستخدموا الاتاك بتاعهم هنا وهنا، وقدروا ان هم ياخدوا قدرت ايف في الوضع ده ان هي تحصل على كي من غير ما تعمل ايرورز سيجنيفيكانت، وبناء عليه ايف اليس وبوب ما حسوش باي حاجه وكان اتاك قوي. الديتكتور كنترول اتاك ظهر في 2010، حتى الان نقدر نقول مفيش حل قوي جذري ليه. في حل موجود لكن البراكتيكاليتي بتاعته قليله شويه، بيعتمد من ناحيه الاوبتكس يعني واللايت وكده والفوتونز، بيعتمد على انك انت تانترفير تو اندبندنت فوتونز جايين من عند اليس وبوب، بيسموه measurement device independent MDI quantum key distribution. انك انت في الحاله دي عشان يحلوا اللوب هول دي ياخدوا اللايت باي انترفيرنس بين ايه من اليس وباب، لازم يكون الفوتون اللي جاي من هنا سنكرونايز مع الفوتون اللي جاي من هنا في نفس الوقت في نفس اللحظه. يعني في شويه حاجات في البراكتيكاليتي بخصوص السيستم ده. البروبلم دي كان اخر بحث احنا اشتغلنا فيه، كنا اشتغلنا على البروبلم بتاعه الديتكتور كنترول اتاك، وقدمنا practical way to overcome the detector control attack. السيستم اللي احنا اقترحناه كاوبتيكال سيستم والبروتوكول اللي احنا قدمناه كان توتالي نيو ايديا، احنا خدناه عملنا الفكره دي نشرناها في جنرال فلايت ويب تكنولوجي في 2022 في اخر 2022، وقدمناها كبروفيجنال يو اس باتنت في 2022، هي يعني فايلد از ان بروفيجنال في بدايه 2023. البروتوكول اللي احنا مقدمينه immune against the detector control attack، وكاتيجوري اوسع اسمها الانترسبت ريسند. اي انترسبت ريسند اتاك، اي اتاك فيه ان ايف بتقطع سكه الفوتون اللي هو رايح من اليس لبوب وتقيس وتبعت حاجه سواء بالديتكتور كنترول او باي اسلوب اخر. اللي احنا شايفينه هنا السيستم بتاعنا بيعتمد على بدايه راندمايزر دبولاريزيشن راندمايزر. الراندمايزر ده بيقدر ان هو ياخد البولاريزيشن ستيت بتاعت الفوتون زي ما الاسم بتاعه بيسجست، يقدر ان هو يراندمايز البولاريزيشن يديله ستيت توتالي راندم محدش يعرف عنها حاجه غير مين بوب بس اللي يعرف الحاله بتاعت البولاريزيشن بتاعت الفوتون وانس ان هو عدى من الراندمايزر. ايف ما تعرفش واليس ما تعرفش. السيستم بيسبلمنت البي بي 84 في وضع معين مشهور ومستخدم دلوقتي في كوميرشال برودكتس اللي هو بي بي 84 باي دايركشنال، الباي دايركشن بي بي 84 بروتوكول، ان بوب بيبعت الفوتون لاليس وبيترد من اليس لبوب، بيسموه باي دايركشنال علشان الايه الصفه دي. الفكره احنا معتمدين على ايه؟ معتمدين على استخدام فرادي ميرور، دي موجوده من الاول طبعا، ان الفرادي ميرور لو في بولاريزيشن سقط عليها بيرجع دايما اورثوجونال، دي صفه مشهوره جدا للفرادي ميرور، وعشان كده بتستخدم علشان تلغي اي ديستربنس بيحصل على فايبر تشانل بالنسبه للبولاريزيشن.
استخدمنا الفكره دي مع وجود الراندمايزر، بحيث ان اللايت اللي بيخرج من عند بوب ممكن يعدي في الراندمايزر ايوه ويروح لاليس، واليس مش هتبقى عارفه الستيت بتاعه البولاريزيشن بتاعته، لكن تقدر ان هي تعمل انكودنج فيه كفيز، وبعد كده لما يرجع اللايت هيبقى راندمايز ستيل في البولاريزيشن، لكن وانس ان هو عدى من الراندمايزر سكند تايم ان ذا ريفرس دايركشن في الاتجاه المعاكس، مره في اتجاه ومره في اتجاه الاخر، على طول ساعتها اليو اللي هي الراندم الراندمايزيشن بيكنسل اوت. يبقى احنا عندنا الفوتون اللي بيخرج من عند باب وبيعدي في الراندمايزر رايح راجع بيتكنسل ليه الراندمايزيشن، لكن اي فوتون جاي من اي حته من اليس من ايف ومعداش على الراندمايزر مرتين، بمعنى اصح ما خرجش من باب ورجع لباب تاني، لو دخل من ايف فوتون originated by ايف وداخل من الراندمايزر just one time لازم يحصل له randomization، لان ايف ما تعرفش عن الايه عن قيمه الراندمايزيشن سيتنج اللي هي applied by you. الجزء الثاني اللي موجود عندنا هنا مش عاوز ادخل في الاوبتكس، لكن يعني ببساطه كده هو ده نسميه ستيت كونفرتر، البلوك ده كده على بعضه نسميه ستيت كونفرتر، وظيفته موجوده تحت هنا، وهو في الاوبتكس بيقدر ان هو ياخد الكيوبتس اللي هي امبلمنتد في الباس ديجري اوف فريدم اوف فوتون. احنا عارفين ان الفوتون ليه 3 ديجريز اوف فريدم، سبيشال ديجري اوف فريدم، بولاريزيشن ديجري اوف فريدم، تايم ديجري اوف فريدم، فيقدر الستيت كونفرتر يقدر ان هو ياخد الباس كيوبت يعمل لها مش نسخه، ياخدها يحولها بدل ما هي موجوده في الباس تبقى موجوده في البولاريزيشن، ده في سكه الخروج، يعني هو خارج بالشكل ده كده الفوتون، الباس كيوبت بتاعته بتتحول لبولاريزيشن، والبولاريزيشن كيوبت بتاعته بتتحول للتايم بان او للتايم كيوبت لو هو رايح كده في الستيت كونفرتر. في الاتجاه العكسي بتاع الستيت كونفرتر الموضوع بيتم بالعكس، التايم كيوبت بترجع تاني بولاريزيشن، والبولاريزيشن كيوبت بترجع تاني الباس. انا فاهم ان هو طبعا انا لو مكانكم اكيد مش هكون فاهم ده ازاي بيعمل كده، لكن تعالوا نقول هنشرح ده في السلايد اللي بعد دي، بلس انا مش عارف اشرحها قوي ان ديتيلز هنا، هي موجوده في البيبر ممكن تتناولها، لكن هنمشي بالسيكونس كده بتاعت الكوانتم ستيت هتمشي ازاي. تعالوا نشوف الموضوع بيتم ازاي. انا طبعا انا صعبان علي ان انا بقاطع حضرتك. ريسيبروكال بولاريزيشن راندمايزر دكتور سالم بيعمل كونتينيوم او يقدر يحول الستيت لاي راندوم بولاريزيشن اكوردنج للهار ميجر، وده ميجر للراندمنس. دكتور سالم معرفش حضرتك سامعني، بحيث انه يبقى توتالي راندوم. الفوتون هو دلوقتي متوضح بالشكل اللي هو كانه طالع من الليزر بالشكل اللي هو لونه اخضر دون، اللي هو طالع من باب. الفوتون بتاع باب بيبقى دايما لونه اخضر. احنا هنشوف كده السيكونس ماشي ازاي. اللي موجود هنا في بي دي الكوانتم سيركت بتاعه البروتوكول، فانت هتبقى شايف الفوتون بيتحرك ازاي، وهتبقى شايف في نفس الوقت الكيوبتس بتاعه الفوتون المختلفه في 3 ديجريز اوف فريدم ايه اللي بيحصل لها. احنا بادئين بفوتون لباس كيوبت ولي بولاريزيشن كيوبت. تيبيكالي هو في الوضع ده بيبقى طالع بالشكل ده، دياجونال بولاريزيشن 1 على غزه 2 اتش بلس في، ده دياجونال بولاريزيشن، يبقى البولاريزيشن كيوبت دياجونال. طيب والباس كيوبت باس اي، في باس اي اللي هو الباس ده دكتور سالم معرفش يعني الارت ار، في باس بي اللي هو بيروح للسكيور ار، سكيور اي ار. بناء عليه احنا عندنا هنا التنسور برودكت طبعا زي ما بتقول الكوانتم ميكانكس. الفوتون خرج من الليزر راح للسيركوليتر، عدى على الستيت كونفرتر. الستيت كونفرتر عباره عن بولارايزنج مخزندر انترفيرومتر للناس المهتمه بالاوبتكس، اللي بيعمله تيبيكالي اكوردنج للكوانتم اوبتكس زي ما احنا كده عملنا لها فيريفيكيشن وعملنا لها بروف في البيبر، بياخد 1 على جذر 2 اتش بلس في وبيحوله لواحد على جذر 2 تي لونج بلس تي شورت. خد بالك انت عندك 2 ارمز كده الفوتون يمشي فيهم، يا اما يمشي في الشورت باس يا اما يمشي في اللونج باس اكوردنج للميجرمنت اللي هنا. طب هو الميجرمنت اللي هنا هو اتش بلس في، فالاتش تخليه يمشي في اللونج والفي تخليه ريفلكت فيمشي في الشورت، فتلاقي واحد على جذر 2 اتش بلس في تتحول لواحد على جذر 2 تي ال بلس تي اس. في نفس الوقت هو لو ماشي في الشورت بالبولاريزيشن كنترولر هيحول البولاريزيشن بتاعه يخليه ايه؟ يخليه بدل ما هو
ريفلكت كده يبقى الفي كومبوننت يخليه بدل ما هو في يخليه ايه يخليه اتش. طب واللي مشي هنا كان اتش يبقى الاثنين دول بقوا اتش وبناء عليه الاي تتحول تبقى اتش. كاننا بالظبط عملنا كابينج بس طبعا دمرنا الكيوبيت الاساسيه. فاحنا عملنا كابينج من البولاريزيشن ديجري اوف فريدم للتايم ديجري اوف فريدم ومن الباس ديجري اوف فريدم باس اي للبولاريزيشن ديجري اوف فريدم. ده الستيت كونفرتر اللي بيعمله في الاتجاه ده. بعد كده نعدي على دكتور سالم حضرتك سامعني؟ نعدي على الفايبر تشانل اللي هي ممكن يكون ايف ريزيدنت موجود فيها وعنده كامل اكسسبيليتي وكامل الاطلاع وشايف كل حاجه عليها. وبناء عليه الفوتون عدى وصل لغايه اليس. في المرحله دي ايف مش من مصلحتها ابدا ان هي تعمل اي حاجه فيه لانه مش متحمل باي داتا. الداتا هتتحمل باي اليس لما يعدي على الانكودر. فهي لو هتعمله انترسبت تعمله انترسبت وهو راجع راح للميرور رجع تاني. وفي اثناء الرحله دي بعد ما رجع من الميرور واثناء ما هو رايح للميرور عدى على الفيز ميديريتور وهنا اليس بدات تعمل انكودنج للبيت بتاعتها في واحده من اربع حالات زيرو اور باي او باي على 2 3 باي على 2. الاربع حالات دول بالظبط تيبيكالي زي ما كنا بنقول في اول التوك كده اللي هم الاتش في بيزس والدياجونال انتي دياجونال بيزس. الحاله بتاعت الستيت بعد ما نعدي من الراندمايزر واحنا راجعين بالظبط هيبقى بالشكل ده. طب الراندمايزر راح فين؟ الراندمايزر نتيجه وجود الفاراداي ميرور ونتيجه ان الفاراداي ميرور بترجع الاورثوجونال ستيت وات ايفر كانت الوضع بتاع الراندمايزر او الاوبريتور او الكوانتم جيت اللي بيعملها الراندمايزر. دكتور سالم نلاقي ان هي هتتلغي في الاتجاه الايه المعاكس. وبناء عليه انا عندي الريسيفد ستيت بعد الراندمايزر هتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه تحت ده. الاتش قلبت للفي تي لونج تي شورت. في هنا الفيز اللي هو اليس وضعه واللي المفروض ان بوب يقيسه في واحد من تو راندوم بيزز. نعدي على الستيت كونفرتر لما نعدي على الستيت كونفرتر نبص نلاقي بالكوانتم اوبتكس كده لما نيجي نحل البروبلم دي نلاقي ان الستيت كونفرتر بيشتغل بالعكس ونلاقي التي لونج بتتحول لاتش والتي شورت بتتحول لفي والستيت في التايم تتحول بالستيت كونفرتر للستيت في البولاريزيشن بالشكل ده. مور امبورتنتلي ان الفي لاكثر من ذلك اهميه هو ان الفي بولاريزيشن بتتحول بشكل اساسي لبي. بناء عليه الفوتون اللي راجع اللي هو ظهر من عند بوب في الاول ولما يجي يرجع لازم يمشي في باص بي عمره ما هيمشي في الباص اي. بناء عليه عمر ما الفوتون ده هيوجد هنا. دكتور سالم الو دكتور احمد السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور سالم. لا انا اسف انا مش باين قدامي غير الفول سكرين بس. معلش انا يعني انا عارف ان الناس صعبان عليها ان انا بوقف دكتور سالم لكن يعني احنا مضطرين ان احنا دكتور سالم معلش حاجه ممكن تفتح المايك دكتور سالم. دكتور سالم معلش اسال حاجه تفتح المايك. دكتور سالم المايك مش سامعنا خالص. معلش استاذن حاجه دكتور المايك عند حضرتك مش شغال حضرتك قفلته تقريبا احنا مش سامعين حضرتك. يا
المايك قفل والشير قفل كمان، فما اعرفش في لا حاجة لا، حصلت. هل ده من دلوقتي ولا من اه شوية؟ كده كده المايك اشتغل. آه ومعلش اصل حاجة بقى في الشير كمان، لو هترجعه تاني. واضح إن هو خرج ودخل تاني. أنا هشيت مع حضرتك حالا. ماشي، شكرا يا دكتور. طيب تمام يا دكتور. ظهر كده يا دكتور، انا تمام ما عملتش تمام كده كده، دكتور كده. بس الباور بوينت لسه ما ظهرش. لسه ما ظهرش. لسه ما ظهر. انا ستيل عامل شيرينج. طيب دكتور معلش، لو يعني ممكن ناخد ان 2 3 مينتس اسئله، عشان احنا كده بقى لنا 22 مينتس من التوك بتاع الدكتوره منال، فاحنا دخلنا 22 مينتس في التوك اللي أنا بعدها كده، ما حدش هيلحق الصلاه معلش. فلو طيب، في حد يا أوكي. جماعه عنده اي اسئله ممكن يعني الوقت يسمح بـ 1 كويشن، اللي حابب يسال معلش يرفع ايده. واحنا يعني انا يعني هستاذن دكتور سالم ان احنا هنعمل يعني توك خاصه بالكوانتم اوبتكس والكوانتم كريستوغرافي باستخدام الكوانتم اوبتكس، لان الموضوع ده فيري انترستنج واحنا مهتمين بيه جدا، وهو حديث الساعه في الكوانتم كريستوغرافي يعني. فان شاء الله يعني هيبقى في لقاء موسع، وهدي لحضرتك الفلور كامل بقى، مش هنقاطع حضرتك خالص يعني. طيب انا اسف والله، انا على فكره حتى الصوت كان عندي واطي، فمش مش سامع، مش ما سمعتش حضرتك لما عليت الصوت، فاسفلي والله. انا طبعا صعبان علينا ان احنا نكون بنقاطع حضرتك، بس يعني لا بس معلش هو ساعات التايم سكيدول هو اللي بيفرض الموضوع ده. طيب في اي اسئله ممكن نستقبلها من دكتور سالم قبل ما نبدا ان شاء الله التوك بتاع دكتوره منال؟ طيب دكتور، انا عندي انا سؤال معلش، هستغل انا هذه الفرصه واسال حضرتك سؤال. المفروض ان سرعه الفوتون يعني كان بي كنترولد، يعني ممكن تتباطأ وممكن تتسارع. هل ده ممكن يبقى ليه افكت على موضوع الكوانتم كي ديستريبيوشن؟ لان احنا كل الفرض اعتقد في كل اللوبس اللي حضرتك قلتها كانت على ان السبيد اوف لايت هي الثابته، يعني سرعه الفوتون ثابته في الحالات دي. هل التغير سرعه الفوتون ممكن يؤثر على قدرة الإيفز دروبر أو قدرة حتى السندر والريسيفر إن هم يأمنوا الداتا؟ هو لو حصل وكان في مثلا ايف مثلا بتتحكم في سرعه الفوتون مثلا، تمام، إيف أو أليس وبوب، يعني هل ده ممكن تبقى ميزة؟ هل ممكن تبقى عيب سرعة الفوتون نفسه؟ هو في سنكرونايزيشن، يعني بمعنى اصح لو حصل مثلا، افترضنا ان ايف استخدمت شانل بتخلي الفوتون يمشي في شانل اطول شويه، فالسرعه فبيمشي ببطء شويه او غيره، هيبان على طول ان السنكرونايزيشن هيبقى اوت اوف سنكرونايزيشن. لازم أليس وبوب هم قايسين المسافه ما بينهم، ودايما قبل بي بي تي 4 بروتوكول بيقيسوا المسافه عن طريق بالسز بتبعتها اليس لبوب، ويبدا بوب يقيس فيعرفوا بالظبط التايمنج. وبناء على كده، لان البروبلم كلها بروبلم محتاجه تايمنج، طب لو حصل حد دخل في السكه وبدا يلعب في التايمنج، البروتوكول نفسه مش هيشتغل، فده مش هيفيد ايه برضه في حاجه. فاهم قصدي؟ تمام يعني لازم يكون في سنكرونايزيشن عشان الاوبريشن تحصل، وعلشان ايه حتى تتم عملها لازم يكون في سنكرونايزيشن. تمام يا دكتور كتر خيرك. ويعني احنا شاكرين يعني وقت حضرتك النهارده، يوم رمضان ويوم الصبح ويوم جمعة وكل حاجة، ومع ولو ذلك سمحت يعني انا شاكر ان حضرتك يعني لبيت الدعوة يعني. وان شاء الله يعني عايزين ناخد وعد من حضرتك ان بلقاء اخر قريب ويكون يا لحضرتك. دكتور، يعني احنا في عندنا في الجروب في حاجه اسمها الهيباتيا توكس. الهيباتيا توكس دي بتبقى يعني حضرتك ليك الفلور، بيبقى يوم بتاع حضرتك. خير يا دكتور، ربنا يبارك في فيعني ان شاء حضرتك، الله نتواصل مع حضرتك بعد التوك وننسقه على طول ان شاء الله يعني. ربنا يبارك. الله، شكرا يا دكتور، ربنا يبارك في حضرتك، شكرا جزيلا يا دكتور احمد. شكرا يا دكتور. شكرا دكتور. طيب دكتوره منال، انا بس هقفل الريكوردينج وافتحه تاني.